اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الكوسه بالبشاميل اللي لما بنعملها لها مدرسه، ساعات مننا تصيص، ساعات يبقى فيها صوص كتير، الكوسه تنزل الميه بتاعتها على اللحمه المفرومه على البشاميل، تبقى العمليه مش مفهومه. حكايه الكوسه بالبشاميل لها تركايه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، باللحمه بالفراخ زي ما انت حابه. معانا كمان النهارده طاجن الفول بالطماطم اللي انا بحبه، ممكن على وجبه الفطار، وجبه الغداء، وجبه العشاء. طبق الفول ده اساسي في حياتنا، ولكن احنا شطار جدا في عمايله، والفول من الاكلات المصريه الموثقه في انحاء العالم. فول بالطماطم اكيد برضو له تركايه، كزبره خضراء، بقدونس حسب الرغبه. طبعا معايا النهارده عصير السموزي الكيوي بالليمون. كيوي فيتامين سي، الكيوي مهم جدا، الاطفال مش بيحبوا ياكلوه او يستخدموه كعصير لانه فيه شويه حموضه ومزازه، فتعالوا نعمله النهارده سموزي مع ليمون وسكر او عسل، هيعجبكم على فكره، ودي من العصائر المفيده اللي بتمد الاطفال بالذات وخاصه كمان الكبار بالطاقه وفيتامين سي، ومهم جدا. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره النهارده في الحلقه بتاعتي، وعندي كوسه بالبشاميل اللي بالتاكيد فيها شغل كتير. هستاذن حضراتكم ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض هنبدا نشتغل ازاي في الحلقه بتاعتنا. فيها شغل كتير للامانه. هتقولي لي بقى الكوسه بالبشاميل ما بتاخدش وقت مني؟ لا، طريقه استخدامنا للكوسه في اطباقها سواء نعملها يخني او نعملها محشي او نعملها بالبشاميل بالتاكيد في تركايه. معانا مقادير الكوسه بالبشاميل على الشاشه. كوسه وتشتريها حجم كبير شويه، بغير غير الكوسه الحشو. الكوسه لما نيجي نعملها نشتري الكوسايه الكبيره. معانا لحمه مفرومه، ومعانا جبنه موزاريلا، ومعانا طبعا التوابل بتاعتنا، بصل وتوم، شويه بقدونس، معانا روزماري، توابلنا ملح وفلفل والبهارات البابريكا. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها مع بعض ازاي. طاسه على النار، نبدا الاول في تعصيج اللحم. حلو الكلام. بصلايه، معلقه زيت صغيره كمان. وانت بتعصج اللحم لازم تحط في الاعتبار انت بتعملي كوسه بشاميل، لازم اللحمه المفرومه هنا تتعصج بطعم مميز. اهو تاخد تحميره البصله، ما تستعجليش عليها. في البعض بيحب يعصج اللحم المفروم بالبصلات تبقى نيه، تبقى اللحمه والبصل الاثنين، البصل مش مستوي بس اللحمه مستويه، فانا ما بحبش الجو ده من الطعم. فلازم البصلايه هنا تاخد لون في التحمير اهي، تستنى عليها شويه لغايه لما تاخد لون. ما نستعجلش يعني ونحط اللحمه المفرومه بالشكل ده كده. محتاجه شويه سمنه بلدي. والله عندك سمنه بلدي، ماشي، عندك زبده حسب الرغبه. استخدامك دايما للماده الدهنيه اختياري. والبصلايه بتتحمر، بتحط عليها شويه زعتر عشان عيونك وريحه المطبخ. تبداي تتبيل البصله بالبهارات، البابريكا، شويه كمون، ادلعها كده، الفلفل الاسود. اصبحت البصله هنا جاهزه للحمه المفرومه اهي. ده الغرض من ان انا اتبل البصلايه واخليها تاخد لون وتتحمر. بالتاكيد طبعا هتدي للحمه المفرومه طعم. الله عليك، شفت البصلايه ولونها وطعمها وشكلها اهي. نيجي بقى للثوم، ينزل هنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ كده انت بتبني الهرم الغذائي. بصل قيمه غذائيه عاليه، ثوم غني عن التعريف، داخل في كل حاجه ما عدا الحلويات اهو. ناخد اللحمه المفرومه الحلوه دي كده. الله، ضاني كندوز اللي عندك، مش هنقول لا، اهم حاجه مفرومه حلوه كده وتكون مفرومه ناعمه، بلاش المفرومة الخشنة مع الكوسة بالبشاميل. هنقلب دي كده. ده الهدف من ان انا بحمر البصلاية واتبلها قبل ما انزل باللحمة المفرومة، ده اللي بتكلم عليه اهو. انما انا احط البصل ني مع اللحمة واقعد احمر فيهم، اللحمة هتستوي والبصلاية هنا هتبقى ريحتها مش لطيفة جوه اللحمة. ده الهدف بتاعي واتبلها كده واقلبها كده واسيبها على النار تاخد راحتها خالص في التسويه.
والبصلية بتتحمر مع اللحمة المفرومة. تعالوا نشوف الكوسة هنتعامل معاها ازاي. أكلة فيها وش كتير وغلبة كتير على فكرة. نسوي الكوسة الأول، ناخدها كده لازم تتقطع بالشكل ده عشان تبان شخصيتها في قلب الكسرولة. ممكن تقطعها بالطول كده كمان زي ما انت عايزة. كوسة بالبشاميل، عشان كده قلت وانت بتشتري الكوسة تجيب الكوسة الكبيرة تخينة عشان تبقى ملحمة في ايدك كده. غير كوسة الحشو طبعا. الاكل ده على فكرة من الاكلات لو انت عملتها صح بتقعد عندك يومين ثلاثة في التلاجة، تطلعي منها وتسخني بتبقى عاملة زي اللازانيا او عاملة زي المكرونة بالبشاميل. مدرسة البشاميليات بتقول ايه يا مغازي؟ بتقول ان البشاميل في حالة لما استخدمه مع الخضار لازم البشاميل يكون تقيل، في حالة لما استخدمه مع البسطة لازم البشاميل يكون خفيف. ليه المعادلة دي؟ خفيف مع بسطة، البسطة بتديني النشويات، تقيل مع خضار، الخضار بيديني سوائل. نبدأ نسلق الكوسة بتاعتنا. شوية ملح، عصرة ليمونة حلوة، بنهيئ الكوسة بقى لليالي البشاميل. عصرة ليمونة مع المية المغلية وشوية الملح. ناخد الكوسة بتاعتنا دي يا عم الشيف بنسقطها في الماء المغلي بالملح. ليه ملح مع المية المغلية؟ عشان الكوسة تبقى خضراء. حلو قوي. جميل قوي. زي عيني. حاضر. الا اللي وقعت دي اهي في قلب المية. حلو الكلام. كده الكوسة زي الفل. بنقلبها تقليبة حلوة. الله، تاخد غلوة والتانية بنرفعها من النار. غلوة والتانية بنرفعها من النار. المدرسة بتقول ايه هنا بقى؟ المدرسة المغازية بتقول ان مية الكوسة هنا قيمتها الغذائية عالية جدا، فيها الفيتامين، فيها السوائل بتاعة الكوسة. ايه المشكلة لما اخدها ادعم بيها اللحمة المفرومة، ادعم بيها البشاميل بتاعي، ادعم بيها الطعم، وبلاها مية عادية؟ هي دي المدرسة. مية الكوسة لازم استفيد بيها، كأني سلقت الكوسة عملت منها شوربة خضار، أو سلقت الكوسة عملت منها خضار سوتيه، هي دي المدرسة. أنا مش بسلق مكرونة هنا عشان أتخلص منها. اللحمة المفرومة بتستوي اهيت. المطبخ فيه تفاصيل كتيرة على فكرة، ممكن أعمل حاجات كتيرة من غير ما أتكلم وتعدى عليك عادي مفيش أي مشكلة، بس أنا مش ببخل بأي معلومة صغيرة ممكن تفيدك في المطبخ. اللحمة المفرومة اهيت بتستوي بالشكل ده كده. بنحط عليها شوية طماطم. اختياري بقى، عايز اللحمة المفرومة بطماطم حطي، عايزاها من غير طماطم حسب الرغبة. بس المشكلة لو حطيت معلقتين طماطم مضروبين في الخلاط معاهم معلقة فليفلة حلوة بحبها أنا دايما في الأكل، بتدي فليفر حلو بتعلي من الطعم. وأعصج اللحمة كده وأسيبها على النار تاخد غلوة، توابلها مظبوطة، ملحها مظبوط، تحميرة البصلة ادت لها شخصية وخليتها طعمها حلو، واسيبها كده على النار زي الفل. ناخد ده كده ونخليها على النار معانا. نبدأ نشتغل في البشاميل. كل ده عشان اعمل اكلة كوسة بالبشاميل يا شيف. نخليها كده على النار زي الفل. تعالوا نعمل مع بعض البشاميل بتاع الكوسة. مقاديره دقيق، معلقتين من الدقيق، وسمنه، وحليب. اضافه كريمه لباني للبشاميل اختياري حسب الرغبه. حلو قوي. تعالوا نعمل شويه بشاميل حلوين. اللهم صل على النبي. معانا الدقيق ومعانا السمنه. كتر سمنه مفيش مشكله، نقلل اختياري برضو، وانت بتستخدمي الماده الدهنيه بتاعتك حسب الرغبه. والله الصحه زي الفل وتمام. بتكتري سمنه في الرز المعمر، في الفطير المشلتت حسب الرغبه. شايفه الدنيا بعافيه وشايفه ان انا اقلل الدهون ومطلوب في العائله ان احنا نقلل وزننا شويه، يبقى انا اقلل السمنه واقلل الماده الدهنيه اللي بستخدمها. هي دي المدرسه. واحنا عندنا يوم في الاسبوع اللي هو يوم الاحد من كل اسبوع بيبقى الاكل بتاعنا صحي بنسبة 90% 85%. مرحلة أولى
ممتازة من التنسيق. شفت اللحمة على النار بدأت هي تستوي تتشرب، والكوسة بتستوي على النار. يا نعم اهو قرن الفلفل ده رايح جاي كده بيدي فليفر وطعم. اخبار السمن ايه؟ حلو. ننزل بالزعتر الحلو ده كده يدي طعم شويه للبشاميل بتاعي. شفت بقى الزعتر ده مهم جدا، تحميرته مع السمنه. ننزل بالدقيق بتاعنا. ايه الاخبار؟ يلا يلا اهو هو ده بقى البشاميل كلكع ده كلام اهو. التقليبه دي مطلوبه. ممكن تستخدمي اسباتيولا في تقليب الدقيق عشان الجوانب بتاعه الحله بالشكل ده كده اهو. شفتي اهو ده اهو. انا عايز احمر الدقيق في السمنه ياخد طعم كانك بتعملي عصيده. شفت الجو ده مطلوب على فكره. وطبعا انا مش بحب البشاميل يبقى ني. يعني ايه ني؟ يبقى طعم الدقيق فيه في البشاميل، خلي بالك بتلكم. انما البشاميل لما يستوي مع الدقيق الزبده مع الدقيق بيبقى طعم البشاميل. نشيل ده كده ونروق الدنيا. اللهم صل على النبي. ونقلب كده مع بعض. التحميرة دي مطلوب. عندي الحليب. الله زي الفل يا ويلي. ونقلب. استفيد بميه الكوسه في تكمله عمل البشاميل، ده مطلوب. استفيد بميه الكوسه في تكمله عمل البشاميل. ميه الكوسه عندي زي الفل. فيها غلبه كتير. الكوسه بتتسلق، اللحمه المفرومه بتتعصج، بنعمل بشاميل له طعم. واكله يعني مش لازم تعمليها كل يوم، يعني الاكله دي لما تعمليها حط في الاعتبار تقعد عندك يومين ثلاثه في الثلاجه مفيش اي مشكله. البشاميل اللي بدا ياخد قوام اهوت. بزوده شويه حليب. واقلب كده. الله الله على الحلاوه والجمال. انا بقى مع ان البشاميل بتاع الخضار نحط عليه بيض، دي مدرسه. حلو. بندعمه. بشاميل المكرونات والباستا والبيتزا، او مثلا بندخل العجائن البيتزا ما نحطش بيض فيها. شوف القوام ده كده، اوريك انا القوام دلوقتي. حاضر عينيا. بس انا عايز اشوف قوام البشاميل. الاستاذ عمرو قال لي هيكلكع منك. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. زبده. احنا قلنا بشاميل الخضار لازم يكون تقيل. بص عليه هو ده. شفت الحلاوة دي كده؟ هو ده. شوف الحلاوة. بشاميل الخضروات، كوسة، سبانخ، تنجان، لازم يكون تقيل عشان في بديل هنا. المية بتاعة الخضار او السوائل بتاعة الخضار بتعوض السماكة بتاعت البشاميل. هستأذن حضراتكم ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير. تكون اللحمة بتاعتنا اتعصجت، الكوسة كملت سواها، بشاميل جاهز معايا. هنشوف نطبق الثلاثي الجميل الحلو اللي كل واحدة فيهم حكاية، سواء الكوسة في طريقة سلقها، سواء البولونيز اللي هي اللحمة المفرومة اللي أنا عصجتها، سواء البشاميل. هنشوف في الآخر هيدونا كاسرولة لطيفة جميلة فيها خبرة طهوية، بشاميل بالجبنة واللحمة. أوعى تروحوا بعيد، تابعونا. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما اطباق البشاميل والطواجن، كوسه بالبشاميل، مكرونه بالبشاميل، لازانيا، طواجن مسقعه وهكذا، لازم تحط في الاعتبار الطبق اللي هتغرفي فيه او اللي هتدخليه الفرن هو اللي هيتقدم على السفره. ده عشان ما تغلطيش غلطات كتيره وتعملها في صينيه وترجعي تقلبيها تاني وتخشي في كعبله في المطبخ مفيش داعي منها. الكاسرولة اللي هتعملي فيها الكوسه بالبشاميل تحط في الاعتبار دي اللي هتدخلها على السفره، فتختارها كويسه وتكون بنفس الشكل ده كده، ده مطلوب. دي الكوسه معايا، قصدي الكاسرولة جاهزه زي الفل. اخبار البشاميل ايه؟ زي الفل تمام. تقليبه كده، احنا زودناه شويه. اطلع منه البخار السخن ده كده عشان هننزل باتنين بيضه عليه. ليه البيض يا شيف مع الكوسه بالبشاميل؟ هتشوفي دلوقتي، بتدي قوام، بتدي قيمه غذائيه عاليه جدا. زي الفل. تمام، ادي واحده كده ومعانا الثانيه في قلب البشاميل بتاعنا. البشاميل اللي باقي من ده بتخليه في التلاجة، تاني يوم بتعملي شوية بتنجان، بتعملي مسقعة بشاميل، بتبقى لطيفة وجميلة. شايف البشاميل قوامه حلو ازاي؟ الله على الريحة الحلوة، الله على جماله، الله على لونه. زائد ان هو مدعم بالقيمة الغذائية العالية جدا. تبص على القوام، عينيا مش حرمك من حاجة. هو ده، خليها عندك بقى في التلاجة، خدي منه للكوسة، خلي الباقي. أرنبيط بالبشاميل، مسقعة بتنجان بالبشاميل. لا مكرونة، لا مش حابب المكرونة يكون مع البشاميل بتاعنا بيض. أضيف البيض، معلومة غير معلومة إخواتي وحبايبي على السوشيال ميديا، معلومة غير معلومة وتحتها خط من هنا للصين، إضافة البيض لمدرسة البشامليات في حالة استخدامه للخضار يزيد قواما وشخصية. حلو الكلام؟ يعني ايه قواما وشخصية؟ يعني يخلي البشاميل والطبق كده والخضار له شخصية في قلب الطبق. ما يصيص مننا. لحمة المفرومة جاهزة، الكوسة جاهزة، تعالوا نطبق الأكلة اللي فيها غلبة كتير بس تستاهل بعد ده كله يا عم الشيف، تستاهل. ادي الكوسة معانا زي الفل. تمام، بنخليها هنا. واللحمة المفرومة جاهزة. أول حاجة هنعملها بناخد شوية بشاميل، أشيل ده من هنا بقى، أوسع كده عشان إيه؟ إخواتي وحبايبي الأساتذة المصورين. حلوة الدنيا كده؟ تمام. أول حاجة بعملها بحط شوية بشاميل هنا كده. شايفين البشاميل اللي نزل له شخصية ازاي؟ حلو. ووزعه في قلب الكاسرولة. أنا عارف إنك بتدعي لي دلوقتي. تقول لي ربنا يكرمك يا شيف مغازي، ده أنا كنت بعمل الكوسة دي تصيص مني، تبقى صيصة، ما تبقاش لها شخصية. شفت البشاميل؟ بمجرد ما حطيته في الكاسرولة بقى له شخصية، قوامه، البيض، القيمة. نيجي للكوسة بتاعتنا الحلوة دي كده، بنحطها في قلب الكاسرولة دي تاني، شفت الشقاوة؟ شفت خضارها وجمالها؟ حلو الكلام. باخد عليها يا عم الشيف، اللهم صل على النبي، معلقتين دقيق صغيرين كده. شفت الجو ده كده؟ اعتبري ان الكوسه هي لازانيا، اللازانيا دي رقائق مكرونه، هي نفس مكونات عجينه المكرونه، بتتباع في اي سوبر ماركت. عريضه، بتبقى 3 في 6 و3 في 9 تقريبا. حلو الكلام؟ بنجيبها من غير سلق. نجيب نوعيه جيده ونعمل البولونيز ونعمل البشاميل هنا بقى خفيف جدا، خفيف جدا، قوام اللبن الرايب، البشاميل غير البشاميل ده خالص. والبولونيز بتاعنا واللحمه المفرومه برضو تاخد صوص طماطم وتبقى ايه؟ خفيفه. حلو الكلام؟ حلو الكلام قوي. ونرص شرايح اللازانيا نفس الطريقه بتاعت الكوسه ونحط كده الطبقات. الله،
تكلي صوابعك وراها. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك يا طيب. اللي انت عملته ده شويه بشاميل في قلب المفروم كده، عشان لما نغرف الطبق بتاعنا اللحمه المفرومه دي ما تجريش في الطبق. الله. ونبدا نرص الطبقه الثانيه من الكوسه. شفت وجود البيض في البشاميل هنا له دور كبير ازاي؟ دي بعد ما تستوي هتتفرج عليها. نبدا نرص كده الكوسه، عشان كده في المشتريات لما بطلب من المساعدين بتوع المشتريات بقول كوسه حجم كبير سميكه تخينه، ما نجيبش الكوسه بتاعه الحشو عشان تديني لحمه، تديني ايه شريحه عريضه زي دي كده. ورص كده وفي الاخر بحط شويه البشاميل بتوع الوش مخلوطين بجبنه موزاريلا. يا ويلي تاكلي صوابعك وراها. رصها كده زي الفل وغطي اللحمه بالكوسه. طريقتك وانت بتقطعي الكوسه فيها خبره. شطعلي شرايح بقى وتحطها في الميه تتسلي لغايه لما تتهري منك، ما تعرفيش تمسكيها حتى وتحطها في الكسروله. كل المشاكل دي ممكن تواجهك. ليه بقى وانت معاك شيف شاطر؟ نو اها جالي سلام كنترول دلوقتي، مش هقول مين عشان دي مش كويس. ما ينفعش احمر الكوسه بالبشاميل خالص، كوسه تتسلق. شفت بقى ازاي نهزها كده؟ هو ده. ونيجي للبشاميل بتاعنا اللطيف ده كده. والله شغلانه غلبه. بنحط شويه جبنه موزاريلا، نص الجبنه دي كده الله عليك امشي، ونحط عليها البشاميل. الله. ونقلب شويه البشاميل الحلوين دول مع الجبنه. مدرسه، ها دي مدرسه لوحدها. شفت يا موزاريلا بشاميل موزاريلا بشاميل، ونقلبهم كده مع بعض. عايزه شويه جبنه كمان. عندنا بقدونس ناعم يا ويلي، عندنا سنه شبت صغيره يا ويلي. هو ده، شفت الشغل ده كده؟ قرن فلفل سبايسي يا ويلي على البشاميل يا شيف. خليك ماشيه مع المدرسه دي بس، الله يرضى عليك. شغل البيتزا ده انا مش عايزه مع الكوسه. نبدا نوزع كده. جربي بقى الطريقه دي وقولي رايك فيها ايه. هتدخليها الفرن في درجه حراره 180 مع التسويه التامه لكميه البشاميل المخلوطه بالجبنه والفليفر والطعم. وانا شغال كده زي ما انا شغال كده. تسلم ايدك يا ولدي. الله. يلا بينا يلا بينا. قوام، شخصية، طعم، تجديد، تغيير. الحمار هيجي منين؟ سؤال حلو قوي عجبني من الكنترول. بيقولوا لي الحمار هيجي منين؟ الحمار هيجي من السمنة اللي أنا عامل بيها البشاميل؟ هيجي من البيض اللي أنا ضايفه للبشاميل؟ هيجي من الجبنة الموزاريلا المخلوطة بالبشاميل؟ وهنتفرج عليها دلوقتي ونشوفها. ودايما يقول لك في المثل الشعبي الميه تكذب. العب يا سمك. درجه حراره الفرن عندي 180، يلا نخليها فوق كده اهي. انت بقى اعملي الكوسه البشاميل بطريقتك. المغازي النهارده عملها بطريقه مختلفه خالص، وانا عملتها قبل كده، والقاموس الجوجل يقول الشيف المغازي يقول عمل الكوسه البشاميل مليون مره على مرار تقريبا 25 سنه، ولكن المره دي مختلفه. اذا نقول هنا حقوق الطبع لدينا وبس. فدرجه حراره الفرن 180 لو انت بحثت على جوجل وكنت عملتها بالطريقه ديت لك عندي اسبوع طهي عندك في البيت اقامه كامله تاكلي من ايدي. يلا رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم ولا بعد الفاصل؟ بعد الفاصل. اوعى تروحوا بعيد. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل طاجن فول بالطماطم، والفول بتاعنا المصري الجميل على العربية في المحلات مع الرجل الطيب على ناصية شارع، على ناصية مصنع، على ناصية شركة. ما نتحرمش طبعا من عربيات الفول اللي موجودة، مع البصل الأخضر، مع العيش، مع الفلفل المقلي وهكذا. ولكن الفول من الأكلات المصرية الشعبية الموثقة ومعروفة طبعا إن هي أكلات مصرية مصرية مصرية، سواء من خير أرضنا سواء من الإبداع الطهوي من حبايبنا اللي بيعملوا الفول. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي بالطماطم. ولكن المغازي كالعادة له تركاية ولازم يقال عندها وحقوق الطبع لدينا وبس، هو ده حقي ولا ايه؟ تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. معلقة زيت مع معلقة سمنة في قلب الطاسم، حلو قوي، بنعمل كده ماشي. ومعانا توم، بنعمل كده. ومعانا بقدونس، حلو الكلام. اول حاجة هنحط البصلية تتحمر، والبصلية بتتحمر هنحط البقدونس. ده جديد يا مغازي، ده البقدونس ده نعرف بنحطه. لا 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 ده موضوع هنا كبير. شايف البقدونس الخضر ازاي؟ ربنا يخضر ايامك يا رب، قولي امين. اهو بقدونس. وعندنا الفول من الاكلات المصرية الموثقة والاكلات الشعبية ومعروفة طبعا ان هي مصرية ثم مصرية، حلو الكلام. اهو بقدونس، بصل على النار، مدرسة دي يا مغازي والله. توم، مش لازم التوم يتحمر هنا، التوم يتحمر في قلب الفول مش كويس، نسيب فيه الروح كده. ونشوف أخبار الكوسة في الفرن إيه. لسه حلو، لازم تاخد لون. حلو، شوف التقليبة دي كده. نقلب التومة مع البقدونس، خدت اللون بالشكل ده كده، خضار البقدونس وجمال البقدونس. ننزل بالطماطم الحلوه، الفلاسفه تقول لك دلوقتي بقى ايه الفرق ان انا احط البقدونس، شوف الحلاوه شوف الجمال بقى، مع البصلات تتحمر، وان انا احط البقدونس على طبق الفول بعد ما يستوي. طبعا دي حكايه هنا بقى، دي الخبره الطهويه. البقدونس انا لما حطيته مع البصله، البصلايه خدت طعم البقدونس، فاذا هنا مش هشم ريحه البصل في قلب الفول وانا باكل، رقم واحد. رقم اتنين، البقدونس هيتنه اخضر في طبق الفول لغايه لما الفول يخلص بعد يوم اتنين تلاته، والفول زي ما هو بلونه. شايفه ازاي؟ هو ده، لان تعرض الخضروات زي بقدونس او كزبره خضراء لدرجه حراره عاليه جدا يساعد على خضاره ونضاره لونه. شايف الحلاوه دي كده؟ ننزل يا عم الشيف بشويه الملح الحلوين، اللهم صل على النبي، بركه ايدك كده يا امي، شويه الكمون الحلوين ببركه ايدك كده يا امي على الفول. عندي فول بقى مدمساه، اشتريتيه من الراجل اللي على الناصيه، ولكن انصحك انك تدمسي الفول في البيت زي امهاتنا ما كانوا بيعملوا، يتدمس من بالليل وتحط على الوناسه كده ولا على اللمبه لغايه لما يستوي الصبح، ياخد له 5 6 ساعات. بيبقى احلى فطار الصبح الساعه 6، الساعه 6 الفطار الساعه 6 ده اساسي. يلا ننزل بالفول بتاعنا. الله، ونقلب. نعم، مخرجنا بيقول لي انا هسيب كل ده وشويه الفول دول بعيش بلدي يا شيف، ما تحشنيش، واقعد كده اعمل اهرس بعض حبيبات الفول في قلب الفول، اهرس بعض حبيبات الفول في قلب الفول. علل ولماذا؟ عشان يديني قوام. هرس الفول كله. الحبايه المستويه هتتهرس تديني ايه؟ طاقتها وتديني الانسجه بتاعتها والالياف بتاعتها، والحبايه اللي هي لسه هتستوي. حطيت التوابل، الله عليك يا باشا، زي الفول. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب الطاجن، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هنقدم فيه طبق الفول بتاعنا. انا مش هدخله الفرن، لا، هتشوف دلوقتي الجديد اللي عينك ما شافتوش قبل كده.
نخليه على النار، نشيل كل حاجة من هنا ونوسع الدنيا عشان عندنا عصير سموزي الكيوي بالليمون، ده لازم نعمله برضو بتكنيك عالي. نبدأ نحط سكر، نحط ليمون زي ما احنا حابين، نشيل ده من هنا. أنا مستني على الفول ياخد غلوة عشان هعمل تركية جديدة، عشان لما أقول حقوق الطبع لدينا وبس مش من فراغ. دي عايز أحط منها معلقة. إيه دي يا عم الشيل؟ دي فلفلة حلوة بحبها دايما مع طبق الفول، بتخلي له شخصية. عارفينها دي؟ آه. دي مش سبايسي قوي، يعني أنتوا ما تتفاجئوش من حاجات بتيجي معايا وأنا شغال على الهوا، ممكن المقادير دي مش موجودة في المقادير. دي الطباخة الشاطرة، دي ست البيت اللي بتحب مطبخها، إن هي تقف تبدع في المطبخ. اه. استنى عليه لما يغلي. شوف الكوسة أخبارها إيه. اللهم صل على النبي. تعالوا نطلعها مع بعض. شوف خدت لون ولا لأ. اللهم صل على النبي، افتح يا سمسم. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ تبص عليها عينيا. تعالي يا حلوه، اتفرج على الحلاوه، شوف جمال البقدونس مع البيض مع الموزاريلا مع الكوسه، خليط واحد حلو. حط ده كده هنا عينيا. اخبار الفول ايه؟ اللهم صل على النبي. اه غلوة على النار، معايا طاسة شديدة الحرارة بتسخن معايا هنا. ناخد الفول نسقطه هنا كده. الله عليك يا عم الشيف. بعد غلوة حلوة معايا الطاسة بتاعتي هنا على النار اهي. الله. ومعايا في المقادير بيضة وشوية بقدونس. شوف الحلاوة، ومعايا البيضة دي. ده الجديد. شوية الملح. شوية الفلفل. يلا 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 العب يا عم. جيب ده، ابوس ايدك. فين؟ حلو تمام. شفتوا الحلاوه دي؟ شفتوا الجمال ده؟ هو ده. يلا اللهم صل على النبي. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل السموزي. سموزي بالكيوي والليمون. حلو الكلام؟ تعالوا شوف نعمله مع بعض ازاي، ولكن النظافة مطلوبة منك يا ست الكل عشان المفاجآت اللي ممكن تتم وانت واقفة في المطبخ. جوزك، ولادك، بنوتك، المقادير على الشاشة. معانا كيوي وعصير ليمون ونعناع. يا بتاع النعناع يا منعنع وتلج. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده. لسه اصبر على رزقك. كيوي طبعا، وانت بتشتغلي في العصير مهم جدا تغيري الجلافزات بتاعك، المعلقه، الشوكه، السكينه، طبق، كل حاجة. ادي النعناع مع الكيوي بينزل في قلب الخلاط. ماء مثلج. وانا قلت لحضراتكم قبل كده السموزي والعصيرات بالذات المثلجة يفضل وضع الفواكه في الديب فريزر عشان السكينة بتاعت الخلاط ما تتكسرش منك، لانك لو حطيتي تلج مرة واثنين وثلاثة هتلاقي السكينة دي اتكسرت في قلب العصير وتدعي عليا بدل ما تقولي لي كلمة حلوة. اه حلو قوي. السكر مع الكيوي يبقى طعمه لطيف.
حلو، الماء المسلج معايا، يا صبابين الميه زيدوا حالتها في قلب الخلاط. شفت الحلاوه وشفت الجمال ده كده؟ اللهم صل على النبي. شكرا لصديقي، طبعا صديقي واحلى صديق، خلاط، كبه، سكينه حلوه، اسبتيوله حلوه احب امسكها في ايدي، اكسسوارات المطبخ دي هي اصدقائك، هم المساعدين بتوعك، عشان كده تهتم بيهم، من مصروف البيت توفر الحاجات الصغيره. عينيا انا زعلان. اهو هننزل ده كده اهو اهو. تركايه البيض مع الفول دي مع المغازي وبس، دي المدرسة المغازية يا ويلي. هو ده، شفت العصير؟ هو ده. اللهم صل على النبي. تمام، حلقتنا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين فيها شوية هزار، فيها شوية خف الدم، انتوا اللي تقولوا مش انا. الناس بتقولي دمك خفيف على الشاشة يا شيف، هل ده صحيح ام صحيح؟ قولوا على السوشيال ميديا. معانا طاجن الفول بالبيض وحقوق الطبع لدينا وبس. وجود البيض ما اتحط مع الطريقة والتركاية ونازل على وش الطاجن ده مهم جدا على فكرة. وكمان عملنا الكوسة بالبشاميل بالمدرسة المغازية بطريقة مختلفة، عملناها مليون مرة، وشوفوا الكلام ده على جوجل والصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي، ولكن المرة دي بطريقة مختلفة. عملنا السموزي الجميل الحلو بالكيوي والليمون بطريقة السكر مع النعناع. رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.